نتكلم بقى على مينيو النهارده اللي جنن ده. شف انا اول ما دخلت وحاجات كلها يعني. بص اول حاجه انت مجوعني قبلها باسبوع، انت واخد بالك؟ ربنا يسامحك. ده واحده احنا بننزل ملخيه ولسه بخارها وطشتها والشوربه كمان بتاعت اللسان العصفور بالحمام ديت جميله جدا لسه سخنه وبتاع. عامل كده تقول تخرجي بره. ايوه حرام. انت تستحملي تخرجي بره. بس ده تعذيب ده. انا ابيتايزر عملنا ايه؟ سمبوسه وعملنا كمان محشي. السمبوسه عاملها بالايه؟ عاملين بالجبنه وعاملين بالسبانخ. بالسبانخ حلوه مفيده. وشويه سلطه وشويه شوربه. خدنا الشوربه بتاعت الحمام طلعنا منها شوربه لسان العصفور وطلعنا منها ملوخيه كمان. يا عيني عليك. والحمام حشنا وادينا له جنبه شويه بطاطس. ده محشي رز ولا فريك؟ محشي رز. المصريين بيحبوا الرز. اعمل لك فريك. لا انا بحب الرز. طب خلاص معموله اهو بالرز زي الفل زي ما انت شايف. زي العسل على قلبي ده. وفي نفس الوقت عندك الكنافه بالكريمه. ايوه. وعندك القطايف بالكريمه وعندك الخشاف وعندك العصير. وما نسيتكيش حطيت لك اهوت علبه من الميكس اورينتال حلويات شرقيه مشكله في الاخر خالص يا حبيبتي. وكلها في البيت. كلها في البيت طبعا. بالتالي التكاليف هتبقى قليله. طبعا ويديني العدد اكبر. هي يعني احنا بنعمل نداء لكل ما شاء الله. وهو شكله كله وليمه كانها بالظبط. هي الله ينور. هي وليمه بس وليمة ايه؟ وليمه ولكنها مش وليمه، يعني انت عامل اطباق معينه فيها كل العناصر اللي احنا محتاجينها على السفره وفي نفس الوقت التكلفه مش كبيره. الفكره انك بقى تحط الكلام ده الجميل ده على الطبليه على السفره على الارض حسب امكانياتك وتستمتعي انت وعيالك وكل حبايبك. حلوه قوي. الاورينتال اورينتال زي ما انت شايفه كده. حتى احنا كمان غارفين في ايه؟ ما خدتيش بالك احنا غرفنا في ايه؟ في الاطباق عادي بتاع الفول وبتاعت الكشري. ايوه صحيح. عامل اجواء حلوه. اورينتال فاهم ازاي؟ انت بتعامله اكل شرقي مصري 100% فغرفيه بقى ما تغرفيش في الصيني. انا جوعت وعطشت. وطبليه وطبليه قدامك. حرام. يعني طبليه وعاملين انت يرضيك اللي بيحصل فيا ده؟ لا عايز ايمانك يكون قوي. ايماني يكون قوي؟ ده كده تحدي والله. تحدي لنفسك. انت كده بتعمل تحدي. انا بتعملي تحدي لنفسك. انت متعود يا شيف ما شاء الله بالزبط. عندك قوه. وعايزك بس تتعودي لان انا وعدك من وعد ساده مشاهدين ان احنا ايدنا بايدك. صح الله. ايدنا بايدك. هقف واطبخ معاك يمكن ده يعدي الوقت بسرعه. هيعدي الوقت فعلا وهتشبعي من الريحه. الله. وحلو وحادق وكل الاصناف وتنوع جميل قوي في اطباقك ما شاء الله. انت النهارده بقى كده قبل ما تيجي جهزت ايه في البيت تفطري طبعا حبايبك يوسف؟ النهارده اول يوم معزومين بره. لا لا ده وتاني يوم وتاني يوم برضه معزومين بره. وتالت يوم معزومين برضه. اشوفك برضو بقى يوم الاحد. انت مقضياها. الله مش انت مقضياها. انا بطبخ هنا. بس كده يبقى مش هساعدك. صح خلاص صح. لو انت بقى عايز تتكرم علينا وتديني حبه من الحركات دي مفيش مشاكل. يعني طب ده شرف. ده انا تحت امرك من عندي قبل العندي يا غاليه. ده انت غاليه يعني. هي شوربه صحيح مش هينفع تتنقل بس ننقلها. لا ننقلها. لا تتنقل عندي. الملوخيه ما ينفعش تتنقل. كله يتنقل ما تقلقيش. انت مش عايزه تجو انت رايحه. ماشي انا اديك تجو انت رايحه كل ده. تسلم يا رب.